طيب تفاصيل أكتر عن حجم القمح اللي تورد، آليات العمل في غرفة العمليات هنعرفها من المهندس كمال هاشم الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع. أهلا بحضرتك، مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا أستاذ إيمان. اهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا فندم، طيبين حضرتك، طيب وخير. يعني نتعرف من حضرتك عن حجم الكميات اللي اتوردت من القمح حتى الان، وايه هي الاليات، يعني لو حضرتك تطلعنا على بعض التفاصيل في البدايه. اولا البدايه ان كان الموسم ده موسم استثنائي، وبدانا في الموسم من 1/4 اعتبارا من 1/4 2022 حتى 31/8، ودي اطول فتره توريد كان، وتم تبكير يا فندم مش كده، تم تبكير الموسم. تبكير الموسم تم 15 يوم. يعني 15 يوم، وكنا احنا عاده بنبدا 15/4 بس كان في السنوات الماضيه كان في بعض مواقع بيحصل استواء او القمح بتحصد بدري في المناطق الحاره زي توشكا والفرافرة وشرق العوينات، كنا بنفتح لجان معينة هناك لمواقع معينة، لكن السنة دي تم التوحيد على مستوى الجمهورية لكل المواقع، 400 موقع تقريبا أو يزيد عن 400 موقع جاهزين لاستلام القمح المحلي. البداية كانت من 1/4 امبارح، وامبارح كان في عملية تجهيز الموقع واستلام الموقع للجنة. اللجنة بتتكون من مديرية التموين، عضو مديرية التموين، وعضو هيئة سلامة الغذاء، وعضو وزارة الزراعة، والأباني وأمين العهدة. فبدأوا عملوا محاضر الفتح امبارح في كل المواقع على مستوى الجمهورية، وفي انتظار طبعا انت عارف انه لسه محصول القمح ما بدأش طبعا الحصاد فيه في الوجه البحري عامة، يعني صحيح احنا في انتظار، لكن اللجان جاهزة لاستلام الكميات كلها ان شاء الله، اللي احنا متوقعين ان احنا نستلم 5.5 الى 6 مليون طن. لكن مواقع اطمنك ان المواقع جاهزه المواقع جاهزه، لكن المهم في هذه المواقع مش مهندس كمال مدى كفاءة وجاهزية المواقع وتطوير المواقع علشان ما يحصلش الهدر اللي كنا بنسمع عنه من 5 أو 6 أو 7 سنين. يعني مؤخرا كنا بنتابع المشروع القومي للصوامع، وكان في تطوير ورقمنة حتى لهذا المشروع. الأماكن الصغيرة الموجودة في القرى والأرياف وفي المدن الصغيرة في المحافظات، هل بيتم أيضا تطويرها علشان ما يحصلش الهدر اللي كان بيحصل قبل كده في القمح؟ هقول لحضرتك. تفضل. بالنسبة للمواقع الصغيرة اللي أنت تقصدها اللي هي الشون، الشون لا احنا بنشتغل السنه دي على شون مطوره اللي هي شون ارضيتها مرصوفه تماما، وبناخد منها بنعتبرها نقطه تجميع ليس تخزين عشان يبقى فيه واضحه للناس كلها. يعني القمح ما بيباتش في نفس المكان؟ القمح بستلمه النهارده ثاني يوم بنقله على صومعه. يعني واخد بال حضرتك؟ ف بعتبرها نقطه تجميع مش نقطه تخزين، انا ما بخزنش في الشون دلوقتي. وفي حاله امتلاء الشون وامتلاء الصوامع في بداية الموسم، أول ما ببدأ صرف للمطاحن للطحن ببدأ بالمواقع الصغيرة دي إني أشيل منها أول بأول عشان ما أدخلش نفسي في الهدر والكلام ده كله، لأن مشروع الصوامع يستوعب في الهناجر والبناكر تستوعب اللي هي مغطاة وكده. فالحمد لله رب العالمين احنا نقدر نحافظ على المحصول كويس ونعرف نحافظ عليه لسنه واكثر من سنه كمان. طيب يمكن ده اللي كان فعلا موضوعنا حتى الشاغل طوال الفتره الماضيه، وقد ايه كان مهم جدا هذا المشروع القومي. الاليه اللي بتتبعوا بيها حضراتكم هذه العمليه، سواء مساله الوجود او انها تفضل او نقطه التجمع يعني او التجميع ثم التخزين، ايه الاليه اللي الوزاره بتتبع بيها او اللي حضراتكم بتتبعوا بيها؟ زي ما بقول لحضرتك احنا بنستلم في نقطه تجميع، وبعد كده بتبدا الاجراءات بصرف الكميات دي، بتصرف الى صومعه من صوامع التخزين، اقرب صومعه لنقطه التجميع. يعني وعلى فرض هنفترض انه في منطقه الشرقيه مثلا، بنقل الى باخد في نقطه تجميع او في شونه بنقل الى صومعه الحسنيه، صومعه الحسنيه او صومعه يعني عدد كبير من الصوامع موجود في محافظات الشرقيه، واحنا بنركز في الصوامع وانشاء صوامع ونقاط التجميع على المحافظات اللي هي اكثر غزاره في الانتاجيه. يعني احنا لو بصينا على المحافظات الاكثر غزاره في الانتاجيه هتلاقي محافظه الشرقيه نمره واحد، محافظه المنيا، محافظه البحيره، محافظه كفر الشيخ، محافظه الدقهليه. المحافظات دي بتنتج كميات كبيره جدا.
فاحنا بنضطر ان احنا ننقل من المحافظات دي على حساب وزاره التموين وعلى حساب الوزاره، بننقل الى اقرب صومعه للموقع المجاور لهذه الشؤون. اما المشروع القومي اللي هو فخامه الرئيس ادى بيه البدايه سنه 2014، احنا لغايه دلوقتي عندنا الساعات التخزينيه تقرب قريبه من 4 مليون طن نقدر نستوعبها. وكمان في الدكتور علي مصلحي دلوقتي تبنى فكره ربط منظومه تداول الاقماح بين صوامع الجمهوريه كلها تبقى منظومه واحده، بحيث اللي بيدير بيتحكم فيها مركزيا. بالظبط كده يا سيدي. طيب يعني حاليا بيتعمل شبكه ربط ما بين الصوامع وبعضها على مستوى الجمهوريه، وتحرك العربيات يعني لو العربيه طالعه من المينا موديه لاي صومعه على مستوى الجمهوريه بتبقى تحركها قدام المسؤول على شاشه واحده. ده بيتيح رقابه اكثر ربما على الصوامع وعلى اماكن التخزين وعلى حتى السيارات التي تنقل الاقماح. بالظبط. طيب باشمهندس كمال، بالنظر الى الظروف الحاليه في العالم وما وتداعيات المرتبطه بتصدير القمح سواء في روسيا واوكرانيا او عدد من الدول اللي احنا متعودين ان احنا نستورد منها، هل توريد المزارع المصري للقمح للدوله لمؤسسات الدوله للشؤون الرسميه حاليا بيتم بشكل الزامي؟ لا، هو ما فيش الزامي، لكن في طبعا قرارات صدرت من وزارة التموين ووزارة الزراعة مشتركة، بحيث ان في كان فخامة الرئيس اشار بزيادة الحافز 65 جنيه للمزارع على سعر الارداب، واخد بال حضرتك. وبرضو وزارة التموين ووزارة الزراعة قالت انه الحد الادنى اللي يتورد عن كل فدان عشان يستفيد، لانه يعني هو السعر التنافسي، وبالتالي من مصلحة المزارع ان هو يورد للحكومة. انه بالظبط كده السعر التنافسي ومن مصلحة المزارع، واحنا بندعم المزارع وبنقول له عشان بس يقدر يحصل على كمية الاسمدة المدعمة بتاعته في الزراعة الصيفية ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب. مهندس، على اي حال بنشكر حضرتك مهندس كمال هاشم الرئيس التنفيذي للشركة العامة للصوامع، شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل.